مرحبا وأهلا وسهلا فيكم. I hope you're well and have a wonderful day. This is over 48 and over for today is عرف. عرف. عرف is form 2 and it means to introduce someone to another. Let's have a look at the past tense. أنا عرفت. أنت عرفت. أنت عرفتي. نحن عرفنا. أنتو عرفتو. هو عرف. هي عرفت. هن عرفوا. The be prefix present tense, أنا بعرف, أنت بتعرف, أنت بتعرفي, نحن بنعرف, أنتو بتعرفوا, هو بيعرف, هي بتعرف, هن بيعرفوا. Just to pay attention to double pronounce the R, and that's why we've got the shutdown on top of it. So عرف, عرف. If you don't, then it becomes the verb to know, which is عرف, and that is a different verb. But this one is عرف, عرف. Let's have a look at the future tense. أنا رح أعرف. أنت رح تعرف. أنت رح تعرفي. نحن رح نعرف. أنتو رح تعرفوا. هو رح يعرف. هي رح تعرف. هن رح يعرفوا. معرف. 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 تعريف. 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 عرف. عرفي. عرفوا. معرف. معرفة. معرفين. A number of examples. أنا عرفت أحمد على زوجته. أنا عرفت أحمد على زوجته. I introduced أحمد to his wife. هو عرفنا على الحياة ببيروت. هو عرفنا على الحياة ببيروت. He introduced us to the life in Beirut. هو رايح يعرفني على المدير بالشركة. هو رايح يعرفني على المدير بالشركة. He's going to introduce me to the manager at the company. نحن رح نعرفه على الشخص المسؤول بالمركز. نحن رح نعرفه على الشخص المسؤول بالمركز. We are going to introduce him to the person in charge of the center. ممكن تعرفني على رفيقك يلي بشركة PwC؟ ممكن تعرفني على رفيقك يلي بشركة PwC؟ Can you introduce me to your colleague at the company PwC? Let's have a look at the present continuous. أنا عم عرف، أنت عم تعرف، أنت عم تعرفي، نحن عم نعرف، أنتو عم تعرفوا، هو عم يعرف، هي عم تعرف، هن عم يعرفوا. The near future. أنا رايحة أعرف. I'm going to introduce. أنت رايح تعرف. أنت رايحة تعرفي. أنت رايح تعرف. أنت رايحة تعرفي. نحن رايحين نعرف. أنتو رايحين تعرفوا. هو رايح يعرف. He's going to introduce. هي رايحة تعرف. هن رايحين يعرفوا. The same examples. I'll give them another read. أنا عرفت أحمد على زوجته. أنا عرفت أحمد على زوجته. هو عرفنا على الحياة ببيروت. هو رايح يعرفني على المدير بالشركة. نحن رح نعرفه على الشخص المسؤول official بالمركز at the center. ممكن تعرفني على رفيقك يلي بشركة PwC. Great. And with that, I'll end today's tutorial. Thank you very much for watching. Hope you enjoyed it, found it helpful. Till next time, hope you all stay safe and well.